اصوات اصلاحات شكليه هنا في بلاد. جوز اليوس بن ودان العام السويسري يجمد 15 مليار دولار للسيده شتا مبارك. النهارده 15 مليار اللي كان بعت ورقه ومذاعه في البلاد العربيه انه غلبان ومعاهش حاجه وعايز يندبل هنا، كل يوم بيتضح ان مش البلاتينيا بس اللي خدوا من سنه 82 و 620 مليار دولار باسمه بره، انما كلهم بتتكرر الفضائح. هذا ممكن ان يحدث، لكن الجريمه الاكبر للمجلس الاعلى للقوات المسلحه، المجلس الاعلى للثوره المضاده بقياده مشير طنطاوي، انه صامت على كل حاجه وخارج الحكومات ومش عايز يتحرك عليها. الجريمه الاخرى ان الذي يتولى النيابه العامه عن الشعب المصري، محامي الشعب المصري، هو النائب العام، النائب ايضا للثوره المضاده، وهو صناعه مبارك، وهو مرتشي وفاسد زيهم. عندنا 15 مليار دولار لسه النهارده اخر حاجه، و 400 مليار محولاهم السيده موزه، يعني ممكن مليار فخدتهم السيده جيهان السيده سوزان مبارك، ادي 15 و 400. لو سمحت لي، الجنزوري بيعترف انه طلع في الشهور السابقه 9 مليار دولار طلع. رئيس النيابه الاداريه قال انه الفلوس المهربه خلال السنه اللي فاتت دي 6.8 مليار دولار. الغاز اللي رايح لاسرائيل بس لوحدها فرقه الحقيقي 10 مليار دولار. فوق الان ينفذ البدء في المطالبه، هم راحوا فين غير الفلوس اللي اتنهبت؟ الفلوس اللي اعلن عنها من خلال يومين انهم هيساووا مع اللي حطوا دي على الاراضي وياخدوا منهم 120 مليار جنيه او 180 مليار جنيه. الاراضي اللي اتاخدت ثمنها 3 تريليون جنيه، مدينه لوحدها فيها 384 مليار جنيه، الشركه المصريه الكويتيه فيها 215 مليار جنيه. احنا سايبين ده كله عمالين نشحت ليه؟ مش دي معارك؟ ناخد معارك من اجل هذا. اذا المجلس الوطني او الثوره المستمره سابوه زي ما انتم عايزين، عايز يعمل معركه والشعب المصري كله يلتف حوالين منه يخوض المعارك دي، عايزين الفلوس دي، عايزين ترجع الارض، كل اللي خد ارض بعد فاسد تتاخد منه، كل الاموال اللي هربت للخارج ترجع لانها فاسد، كل العقود اللي عملت بالنسبه للغاز او غيره في المستوى الدولي كل ما بني على الفاسد فهو فاسد ولا يعترف به دوليا. احنا بنعترف به هنا؟ احنا معترفين ليه هنا؟ اذا دي معركه والشعب عايز ده قدامه ويمشي ورانا. هيمشي ورانا في كلام فاضي ولا كلام مرسل ولا هنقعد نقول لبعض زي الدكتور ممدوح حمزه ما قال لنا بلاش الكلام الحكم والمواعظ، مش عايزين الكلام ده. كل واحد من الناس العاديه عنده حكم تغرق قبل. احنا عايزين اجراءات محدده.